بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية من أحببت إليكم أحببنا ما أجمل الدنيا بكم. لا تفقح الدنيا وفيها أنتم. إن هنا من دواعي سرورنا نحن هذه الشريعة أن نلتقي بكم مجددا في جو إيماني أخوي فريد من نوعه، أن نلتقي بكم أنتم يا أفراد أسرة التوحيد الأصيلة لكي نلتقي سويا إلى هناك حيث السرية. ضيفنا اليوم شيخ جليل، أكثر من أن تعرفه كلمات أو تحويها عبارات، فالشمس لن تحتاج يوما إلى دليل، لكن من باب التذكير أتلو عليكم سيرته العطرة علنا نستفيد منها إن شاء الله. الشيخ دكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي بمواليد عام 1390 هجري، ينتسب إلى فقد الجبور من قبيلة بني خالد. حصل على الماجستير في أصول الدين في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وعنوان الرسالة الكافية الشافية في الانتصار لسرقة الناجية لابن القيم تحقيق ودراسة. وحصل على شهادة دكتوراه في أصول الدين في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وعنوان الرسالة آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الصوفية جمع ودراسة. والشيخ هو عضو مجلس الأمناء من هيئة العليا للإعلام الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وهو عضو في عدد من المكاتب الدعوية والهيئات الإسلامية، وهو مستشار من غير متفرغ من عدد من الهيئات الإسلامية أيضا، محاضر متعاون لعدد من الجامعات في الداخل والخارج، عمل موجها ومستشارا شرعيا في الشؤون الدينية للقوات المسلحة لمدة عام، وهو عام 1412 هجرية، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود منذ 1413 وإلى الآن، خطيب جامع البوادي بالرياض منذ عام 1426 وإلى الآن. من مشايخه الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، والشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن جبرين أطال الله في عمره، والشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرار حفظه الله. الإجازات العلمية لديه إجازة في القرآن الكريم من شيخ قراء اليمن الشيخ يحيى الحليمي، إجازة في القرآن الكريم من شيخ قراء مصر الشيخ المعصراوي، إجازة حديثية من الشيخ القاضي المحدث إسماعيل بن علي الأكوع، إجازة حديثية من الشيخ القاضي المحدث محمد بن إسماعيل عمران جامع، إجازة حديثية من الشيخ المسند المغربي أبي خبة. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات، وكان له مشاركة فاعلة فيها. له الكثير من المؤلفات بلغت أكثر من 20 عنوان، تباع بسعر رمزي، منها كتاب موقف ابن تيمية من الصوفية في مجلدين وهي رسالة الدكتوراه، كتاب المفيد في تقرير أحكام السفر طبع 3 طبعات، وكتاب المفيد في تقرير أحكام الأذان طبع 4، وغيرها الكثير. لن أطيل عليكم، فأنا بشوق كما أنتم كذلك لنستمع إلى كلام شيخنا الفاضل، أترك له المجال فليتفضل مشكورا مأجورا لا مأمورا. جزاك الله خير بعدد الزوجات وعدد الأبناء وكم شغالة وكم سواكة وش اسم أمي وش اسم خالتي وعمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أنا حقيقة أعلم أنكم طلاب في جامعة، وأنكم يعني الاختصار أحب إليكم من التطويل، يعني وعندكم محاضرات، ولذلك لن أطيل عليكم. الساعة الآن 12:15، يعني إن شاء الله على 4:15 وأنا مخلص من المحاضرة. مجلس ذكر الحمد لله، المفروض تفرحون وتقولون تكبير الله أكبر حتى نفرح بالجلسة. طيب أو أعطوني إلى الساعة 1:45. الإنسان أيها الإخوة والأخوات خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا لغاية معينة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمرنا الله تعالى بعمارة الأرض، أمرنا بالأكل بالشرب باللباس الحسن بالزواج بالضحك بالمزح إلى غير ذلك. لم يحرم الله تعالى على الإنسان أن يكون عنده أنواع من السعادة أو أنواع من الاستمتاع.
إلا أن عددا من الناس كان عندهم أنواع من الاستمتاع ومع ذلك ما حصلوا السعادة الداخلية. يعني أسألكم، لو نظرتم في معدلات الانتحار وقارنتم ما بين الدول الإسلامية وما بين الدول الأوروبية لوجدتم أن معدلات الانتحار عندهم أوسع وأعلى بكثير، مع أن طبيعة الحياة عندهم ربما كانت أكثر رفاهية، أكثر انفتاحا، أكثر حرية، يفعل ما يشاء. يعني ليس هناك ضوابط دينية وليس هناك ضوابط في الأعراف والعادات أيضا. أنت أحيانا يمنعك من أن تفعل بعض الأشياء التي تشتهيها نفسك، يمنعك الدين أن هذا حرام، وأحيانا يمنعك أن العادات والتقاليد تقيدك. يعني مثلا لو سألني بعض الشباب ما حكم بعض أنواع الألبسة، قد أقول له والله هذا اللباس جائز شرعا ما دام أنه ساتر للعورة، لكن تقدر تلبسه وتأتي للجامعة؟ قال والله يا شيخ أنا أستحي. طيب ليش يستحي؟ لأن العادات والتقاليد تقيده. هناك ليس عندهم دين يعني يردعهم الردع التام، وليس هناك عادات وتقاليد تقيد، ومع ذلك يكثر عندهم الانتحار. بل إنني في فنلندا قبل يمكن 10 سنوات كنت طالع من مركز الإسلامي متوجه إلى السكن، فمررنا بجسر فوق نهر، وجدنا طائرة هليكوبتر وقاربين أو 3 في داخل النهر وبعض الشرطة يطلون من فوق. سألت الشباب، قلت يا شباب إيش هذا؟ قال يا شيخ عادي واحد منتحر ويمشون. قلت عادي واحد منتحر؟ قال عادي واحد منتحر. قلت كم عدد الانتحار عندكم؟ قالوا يا شيخ عدد سكان فنلندا 4.5 مليون، ويوميا ينتحر من 4 إلى 5 أشخاص، يأتي ويربط نفسه ويطب في هذا، يقفز في هذا النهر ويموت. يقولون ينتحرون بهذه الأعداد. لما نظرت إلى أعداد الانتحار سواء في أمريكا أو في أنحاء أوروبا أو في غيرها، وجدت أن هذه النسبة أعلى بكثير من النسبة الموجودة في البلاد الإسلامية، حتى البلاد الإسلامية الفقيرة التي ربما أن الإنسان لا يكاد يجد يعني مال يدرس به ولا يلبس ولا يأكل أو يشرب أو ينتقل بالأجرة التاكسي، ومع ذلك يا أخي أولئك ينتحرون. لماذا؟ لأنه ما حقق أصلا، ما استعمل روحه وجسده للغاية التي خلقه الله تعالى لأجلها. يعني مثال الآن، هذه القارورة خلقت وصنعت لأجل شيء واحد، أن نضع فيها الماء. لو أردت أنك تستعمل هذه القارورة لشيء آخر غير ما صنعت له فسدت عليك. يعني مثلا لو أردنا نستعملها، جئنا نبحث عن قدر نضع فيه الرز ونطبخ الطعام ما وجدنا، قلنا ما في مشكلة، جيب القارورة وحط الرز فيها واطبخ، تحترق عليك، لا يمكنها تشتغل مكان شيء آخر. القلم خلق وصنع لشيء واحد يكتب به، لو أراد واحد يستعمل القلم بدل الحذاء، يستعمله مكان النظارة، يستعمله مكان الكأس، يستعمله جوال، لا يمكن، لأن صنع لشيء معين لازم تستعمله فيه ولا يفسد عليك. واحد من زملائي سافر مرة إلى أظن قال بريطانيا أو فرنسا نسيت، لعلاج كان عنده مشكلة في فقرات الظهر. يقول أقبل إلي أحد الأطباء، كان صاحبنا لابس الثوب، يقول فلما رآني قال أنت أظن هذا لباس المسلمين؟ قلت نعم، أنا لسه ما بدلت ولسه جاي من المطار. قال طيب أنا سأسألك سؤالا، سألت عدد من الأطباء النفسيين من زملائي، عدد من القساوسة، ومع ذلك لم أجد له جوابا، ممكن أن تفيدني؟ قلت والله ما أدري لكن أعطني سؤالك. قال أنا أشتغل في هذا المستشفى وراتبي عالي، عندي صديقات، عندي شقة حلوة، عندي سيارة، ما ينقصني شيء فيما يتعلق بالمتع الجسدية، عندي أحسن اللباس، عندي كل هذا موجود وراتبي عالي، أستطيع أني أشتري ما شئت وليس عندي مسؤوليات، زوجة، أطفال، أنفق عليهم، ما عندي هذه الأشياء، ومع ذلك في صدري هم وضيق لو يوزع على ربما مئات الناس كفاهم.